16 euros. غير لاباس عليك هادي على خير لاباس عليك هادي راه بطلو ديالنا صحيحه عرفتي عندها الاختصاص ديال الحكايات دكتور توفيق الحلو أيقونة العمل الإنساني والجمعوي بمدينة القنيطرة، شخصية بارزة ووجه محبوب لدى ساكنة المدينة، صيدلان راكما سنوات من الخبرة والتجربة سواء في مهنته أو من خلال العمل التطوعي. رجل من الزمن الجميل، ولد في حضن أسرة وطنية متشبعة بالعلم بمدينة الرباط، حصل على الدكتوراه في الصيدلة من جامعة بوردو بفرنسا، وانخرط في العمل الجمعوي منذ أكثر من 50 سنة. من صغري وانا تنعمل العمل الاجتماعي، يعني من كنت في الطفوله الشعبيه كنا المخيمات الى اخره، فهادو امورات اللي كبرات معنا. حاليا متزوج، عندي 4 ديال الوليدات، 3 ديال البنات، 2 طبيبات ومهندسه، وولد مهندس كذلك الحمد لله، هذا من فضل الله. في العمل ديالي يعني عندي صيدليه ومختبر التحليلات الطبيه. قبل من داكشي كنت مؤسس ورئيس مدير عام ديال الشركه ديال الادويه سوفا سنتر، كنت مؤسس ديالها والرئيس مدير العام ديالها قبل ما نفتح الصيدليه واللابوراتوار اللي هذه 44 سنه باش تنمارس فيها. ملي مشيت للدراسه في فرنسا عشت واحد الظروف اللي هي خاصه، ومن خلال هذيك الظروف بديت نشعر شكون هو الانسان المحتاج، شكون هو الانسان اللي خصو دعم الى اخره. فهاد الامورات تيشعر بها غير اللي مر منها. كذلك في العمل الاجتماعي ولا العمل التطوعي تتشوف واحد النتائج اللي هي تتصرك، يعني بالنوبه تنقول حتى بانه هذا من الأنانية أنه الإنسان يصيب العمل الاجتماعي. علاش؟ لأنه ملي تيدير واحد العمل معين وتيوفر له واحد السعادة، تيكون تيوفر لراسو السعادة، يعني ملي تيعطي راه تياخذ أكثر من اللي تيعطي. هذا هو اللي خلاني أنه يمكن منذ ما يقارب 50 سنة وأنا في العمل الاجتماعي والتطوعي بصفة عامة. توفيق الحلو الذي شغلته دائما هموم الفئات الهشة من أطفال متخلى عنهم وأشخاص في وضعية إعاقة ومسنين وأسر معوزة، استطاع ترأس ما يزيد عن 4 مؤسسات للرعاية الاجتماعية في الآن نفسه، وذلك لمواجهة الأوضاع الصعبة والارتقاء بحال هذه الشريحة المجتمعية. في هذه الحلقة من برنامج أيادي الخير سيقربنا أكثر دكتور حلو من أهداف هذه الجمعيات وطبيعة اشتغالها. بريضة. البداية نقدر نقول كانت وأنا تلميذ في الثانوية، كنا تنساهموا في واحد الجمعيه اللي تتسمى أعين أخاك ثم أحسن كما أحسن الله إليك إلى آخره. هادو كانت مساهمات يعني مع واحد تلة ديال الشباب اللي كانوا تيقوموا بهذا الشيء هذا. ثم ملي مشيت للدراسة في فرنسا كنا تنحاولوا حنا اللي قدامينا شوية في تما تنحاولوا نساعدوا الطلبة الجداد اللي عاد جاوا ولا في المأوى ولا في الإرشاد نرشدوهم إلى آخره. فهادو كان هو يعني البدايه ديال العمل نقولوا التطوعي، ولكن العمل التطوعي بالصفه اللي تنعرفها اليوم نقدروا نقولوا بدات هذه واحد 30 سنه مع الايتام، مع خاصه بدات مع الاشخاص في وضعيه اعاقه هما الاولانيين. دونك بدينا في هذا العمل هذا، كونا جمعية يعني مع أشخاص اللي هما في وضعية إعاقة. وهذه الجمعية إذا بغينا نهضروا عليها هي جمعية الكرامة، كانت تأسست في 96، إذا عندها 28 سنة، كانت تأسست مع مجموعة ديال المتطوعين اللي الأغلبية فيهم كانوا هما بمسهم في وضعية إعاقة،
وانا تنقول كلنا فضائيات اعاقه. انا ما دمت تلبس هاد النظارات راه عندي اعاقه، واحد تيد عنده سن الى اخره. فنشأنا هاد الجمعيه الاولانيه اللي كانت تشتغل بدون اي موارد، بدون اي موارد، يعني كنا تنتعاونوا باش نخلصوا الكراء الى اخره، ولكن كان واحد العمل مع الاشخاص فضائيات اعاقه. كان معنا واحد العدد ديال لكيني، واحد المرويدين الطبيين اللي تيديروا الترويض الطبي بصفه مجانيه، تنديروا خرجات لذاك الناس، كنا تنعلموا العيالات الخياطه والطرز والسيراميك الى اخره. هادشي كلشي كان تيدار بدون موارد، كان تيدار بدون موارد، ولاني خلى انه هاد الجمعيه ديال الكرامه كسبت الثقه في المجتمع، وحتى حتى عند السلطه، بحيث في 2004 كان الوالي الله يشافيه السي مسلوط عبد الله عيط لي قال لي غادي نعطيكم واحد التيران فيه 980 متر للكرامه. السي مسلوط راه كرامه راه ما عندها فلوس دير بهذا التيران، قال لي خذوا ويحن الله، انا يعني ما تنعرفش الكرامه، انا تنعرفك انت مزيان، خذ هذا التيران ويحن الله. هذا 2004 بدينا تنحلموا، ملي ولا عندنا التيران بدينا تنحلموا، درنا واحد اون بروجيكسيون، بدينا تنديروا لي بلون، بدينا تنزوروا محلات اللي هما ديال دي سونتر ديال لي زونديكابي، لا في داخل المغرب ولا خارج المغرب، ودرنا واحد التصور، ودرنا واحد ليتود دو فيزابيليتي الى اخره. جات مبادرة في 2005، عام من بعد، يعني مي 19 مي 2005، وكان هذاك هو اول مشروع مؤول من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في الجهه ديال الغرب شرارده بني حسن داك الساعه. الوغ انتقلنا داك الساعه في هاد الجمعيه، من كنا تنعطيو تقريبا 1000 خدمه سنويا، انتقلنا ل 20000 خدمه سنويا، لان ولاو عندنا ان سونتر بمركز بالنورم انترناسيونال، ولا عندنا واحد العدد ديال الناس اللي خدامين معنا، ماشي غير المتطوعين، حتى الاجراء الى اخره. وهذا السونتر هذا هو سونتر جهوي اللي تيسدي واحد العدد ديال الخدمات اللي تيسدي، منهم الترويض الطبي، منهم الترويض المائي يعني في قلب لابيسين، منهم صناعه الاطراف الى اخره. طبعا بدون عامل ربحي، يعني هادشي كلشي يا اما بالمجان في غالب الاحيان، يا اما هذاك المستفيد مثلا في صنع الاطراف تيخلص داك باش تيتقام هذاك الاطراف. هذه 3 سنين بدينا في عمليه اخرى مع وزاره التضامن، اللي هي المدرسه ديال تحسين ظروف تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه. فعندنا حاليا 86 ديال الوليدات، عندنا مدرسه، عندنا 86 ديال الوليدات اللي هما يا اما دي تريزوميك 21 ولا دي زي ام سي ولا دي زوتيست الى اخره، واللي تنتكلفوا بهم طبعا بتمويل من الوزاره. الجانب ديال الايتام والمسنين، انا انخرطت في هذا الجمعيه الخيريه الاسلاميه القنيطره اللي تتاوي، انخرطت فيها هذه 24 سنه باش انخرطت. هي جمعيه تاسست سنه 1932، تأسست من طرف الوطنيين اللي كانوا ديك الساعه ملي تيموتوا الاباء خصهم فين يديروا الوليدات، فأسوا الوطنيين ديال ديك الساعه أسوا هذا الجمعيه، وكان اللي تيصرف عليها هما البقاله والتجار الصغار الى اخره. اذا الوقت اللي التحقت انا بهذه الجمعيه كان فيها جوج ديال الاطياف ديال كان فيها الوليدات الايتام ثم المسنين. المسنين بداوا سنة 1960، لأن كان واحد في قنيطرة كان واحد الكلوب، واحد النادي ديال المعمرين، منين مشاو المعمرين بحالهم
هذاك النادي تعطى الخيريه ولا تتكلف حتى بالمسنين. اذا في الاول كاع كانوا غير الوليدات الايتام، ثم من ابتداء من 1960 ولاو الوليدات الايتام والمسنين. ومن بعد ما دخلت انا لهذه فكرت على انه مع الاخوان اللي تيشتغلوا معايا انه ما كاينش واحد الميتم ديال الفتيات، يعني خصك تمشي حتى لتطوان عاد تلقى واحد دار الفتيات اللي تتأوي الفتيات اليتيمات. فأسسنا مع لاجونس ديفلوبمون سوسيال وكالة التنمية الاجتماعية، أسسنا دار الفتيات، ولا عندنا ثلاثة ديال الفروع، يعني المسنين، الوليدات، ثم كذلك لقينا على أنه ملي تناخذوا الوليدات مثلا تناخذوهم صغار والنتائج ديالهم تتكون مزيانة. فانطلاق من هذا الشيء هذا كنا تناخذوا الوليدات والبنيتات ابتداء من 6 سنين، ولينا تناخذوهم ابتداء من 4 سنين وتنديروا لهم لو بريسكولير ما قبل المدرسي. دونك ولا عندنا دابا 4 ديال الامور، يعني عندنا الوليدات والبنيتات وما قبل المدرسي والمسنين بطاقه استيعابيه اجماليه ديال 330. هاد 330 تتكفل بهم الجمعية من كل شيء، يعني المأوى، المأكل، المشرب، الملبس، المدرسة إلى آخره. لكن ما يمكنش واحد البنيته وصلت ل 18 عام تقول لها سير بحالاتك. ملي تياخذوا الباك تلقينا لها واحد التخريجة بحال اللي تيقولوا. ملي تخرج ذاك البنيته تتولي تتقرا في الكلية أو لا في مدرسة عليا إلى آخره. كذلك بالنسبة للولاد ولينا تناخذهم كمساعدين، تيبقاش تيتسمى مستفيد، تيولي مساعد، تيولي يساعد الوليدات الاخرين ويبات معاهم الى اخره، وستيستافدوا عاوتاني من الماكل والمشرب. ما تيبقاش الستاتيو ديالو تيتبدل، لان قانونيا ما عندوش الحق باش يكون من بعد 18 عام او لا من بعد ما يسالي الدراسه ديالو كذلك. فالدراسه ديالهم تنواكبوهم من بعد البكالوريا، ما تنخليوهمش ماشي ياخذ البكالوريا والله يعاونكم، تنبقاو مواكبينهم، تنحاولوا نلقاو لهم مدارس فين يمشيو، اللي خصو يخدم تا يخدم. ونقدر نقول لك مثلا على انه عندنا حاليا 4 الوليدات اللي داروا السلك الثالث في امريكا، واللي كونوا عائلتهم وخدامين تما بوليداتهم الى اخره. تيصيفط لي واحد الصور ديالو بجيت سكي الى اخره، يعني هذا نتيجه اللي كذلك. واحد عندنا مشى لكندا نفس الشيء، سعيد الرامي مشى لكندا، واحد اخر غادي يمشي كذلك هذه السنه. بنيتها كانت دارت داك المدرسه العليا ديال ليزاداك في الرباط، ودابا حاليا تدير ان تروازيام سيكل في الامارات. فاحنا تنبقاو مواكبينهم بحيث القدامى ديال الجمعيه الخيريه تيبقى واحد الرابط معنا، بحيث نقول لكم اللي عندهم اكثر من 40 سنه كونوا واحد الشكل ديال الجمعيه سماوها اللمه، وتيمكن يجيو بعد النوبات ويديروا مثلا غدا ولا عشاء للوليدات ويتواصلوا معاهم. اللي عنده 60 عام واللي عنده 55 عام، اللي صغر منهم داروا جمعيه وسموها ولد الخيريه وافتخر. كذلك هاد القدامى ما بقاش عندهم داك المركب النقص ديال انا ولد الخيريه، باش يقول لك انا ولد الخيريه وافتخر، يعني داك المركب النقص ما بقاش. ثم التواصل ديالهم مع الوليدات الحاليين تيخلي انه تيكون واحد الشكل ديال التحفيز، بحيث عندنا واحد ما نذكرش سميتو بمرتبه والي، مرتبه والي، تيجي تقول انا راه ولد هاد الخيريه هذه، وفين وصلت؟ اذا حتى انتم يمكن لكم توصلوا لهذا المرتبه الا بغيتيو تشتغلوا، الا بغيتيو طبعا في التسيير ديال هذه الجمعيه عندنا تقريبا ما يناهي 60% تتوفروا الجمعيه بنفسها ببعض الممتلكات اللي درناهم الى اخره، و40% تتغطيهم المنح، المنحه ديال المبادره ديال الوزاره ديال التعاون الوطني ديال الهيئات المنتخبه الى اخره. مركز اخر هو جمعيه المحافظه على القران والسنه النبويه. هذه جمعية أسسها الدكتور فاروق حمادة اللي كان هو رئيس شعبة الدراسات الإسلامية في جامعة محمد الخامس، واللي حاليا هو مستشار ديال رئيس الدولة ديال الإمارات. دخلت معاه هذه تقريبا 25 سنة، نهار بغى يمشي كمستشار هذه 14 عام، قال لي أنت اللي غتكون رئيس. قلت
دكتور حمد انا ماشي فقيه وما حافظش القران وما قال لي لا انت اللي غادي تكون رئيس. على كل حال عنده يعني امورات اللي خلات انه قلت له معنا ناس اليوم حافظين وهذا قال لي لا. على كل حال هذا الجمعيه المحافظه على القران والسنه النبويه هي واحد الجمعيه اللي عندها 10 الفروع حاليا في قنيطره اللي تتكون تقريبا ولا عندها ما يقارب 3000 ما بين السيدات والوليدات اللي تيجيو يقراوا القران لمحاربه الاميه يعني التجويد الى اخره. عندنا ما يناهز 80 ديال المتطوعات اللي تيقوموا بهذا الشيء هذا. وطبعا تنحاولوا ما امكن انه يبقى في هذا الشيء هذا ما يمشي شيء لشي حاجه اخرى اللي غير مرغوب فيها. سند العمل الاجتماعي. هذه جمعية سند العمل الاجتماعي واحد الجمعية اللي أسسناها سنة 2019 واللي عندها شراكة مع سيف فرنسا. ألوغ التمويل تيجينا من سيف فرنسا حتى هي كذلك بتشاور مع السلطة إلى آخره. اللي كنا تنديرو قبل من الزلزال كنا تنتكلفو ب 200 يتيم في الدور ديالهم، يعني تتخرج لي زاسيستونت سوسيال ديالنا تيشوفوا وتنتكلفوا بهم بواحد المنحه شهريه باش نعاونوهم شريطه ان الوليد يبقى تيقرا ولا البنيته، يعني الا ما بقاش تيقرا مشدك المنحه لانه هل يعني المبتغى هو هذا هو التمدرس ديال الوليدات. كذلك تنقوموا بواحد العدد ديال العمليات اللي هما بحال العمليه ديال رمضان، تنديروا قفاض رمضان تقريبا 1400 قفه للايتام للاشخاص في وضعية إعاقة الى اخره. في العيد الكبير تنوزعوا اللحم ديال نص حولي على كل عائله، يعني تنوصلوا حتى ل 500 حولي في ذاك العيد الكبير، ما بين 300 و 500 حولي تتوزع على العائلات اللي هي معوزه. حوالا في الحقيقه ما جايين منين؟ ذاك المهاجرين ديالنا المسلمين اللي هما تما ما تيمكن لهم شيء يديروا هذا، تيوكلونا باش نذبحوا في بلاصتهم، اذا تيذبح بسميه هذوك الموكلين واخا ما تنعرفوش الاسماء ديالهم، وتيتوزع كاقساط اللحم لذاك العائلات المعوزه. منين جا الزلزال ديال الحوز وتارودانت الى اخره، قمنا بواحد العدد ديال العمليات اللي هما مهمه بزاف، يعني كان توزيع ديال لي باكي اليمونتير بواحد الشكل كبير، كان توزيع ديال لي باكي ديجيان ديال النظافه، كان توزيع ديال واحد العدد ديال الخيام ما يفوق 400 خيمه، توزيع ديال الافرشه ديال الاغطيه الى اخره. ثم كان بناء ديال 192 وحده سكنيه اللي تتكون مسبقه الانجاز اللي هما لي موديولار. فهذه صايبنا 132 عائله اللي غادي يمكن لهم يسكنوا، عندهم بيت كبير وعندهم كوزينه وعندهم طواليت الى اخره. ثم غادي يتم تجهيز ديال هاد لي موديولار، لا ديال اللي صايبنا حنا ولا اللي صايبات الجهه ديال سوس ماسا ولا اللي صايبات واحد جمعيه اخرى سميتها ولا شركه هي سميتها تعاونيه كوباك. هادو كلهم غادي ان شاء الله غادي نقوموا بالتجهيز ديالهم. كذلك غادي يكون واحد التاطير بتنسيق مع السلطه ديال نفسي لذاك الناس اللي هما تقاسوا من هذا الزلزال. غادي يكون واحد الدورات ديال مع دي بسيكولوج وهذا اللي غادي يحاولوا يخفوا من ذاك الوقع ديال الزلزال على هاد الناس هذو. الحاجه اللي خصني نؤكد عليها هي انه هذا ماشي عمل ديال شخص، هذا راه عمل ديال مجموعات، تيبقى عبد ربي منسق، تيبقى موجه الا بغينا نقولوا مؤطر اللي بغينا، ولكن راه
كل شيء هذا الشيء هذا تدار مع أشخاص اللي تتعاونوا معنا في هذا الشيء هذا. نقدر نقول لك ما بين المجموع ديال الناس اللي خدامين نخليهم المتطوعين في هذا الجمعية راه أكثر من 270 واحد اللي خدام في هذا الشيء هذا، زائد المتطوعين، المكاتب كلها متطوعة إلى آخره. الجمعوي الذي يعمل في صمت يعتبر مثلا يحتذى به للتوازن بين العمل المهني والتطوعي. تقلد إلى جانب رئاسته لمؤسسات الرعاية الاجتماعية العديد من المناصب، وانخرط في كثير من الهيئات المهنية والجمعوية دون أن يترك تأثيرا سلبيا على عمله المهني. فكيف استطاع دكتور لحلو التوفيق بين التزاماته المهنية وعمله التطوعي؟ وقت العمل ديالي تنعطيه الوقت ديالو الكافي، خاصة أنه في اللابوراتوار معايا بنتي اللي هي طبيبة اختصاصية في البيولوجي، دونك تتهز عليا شي شوية، ولكن تنعطيه الوقت الكافي. والعمل التطوعي راه تيبقى 24 ساعة اللي المتبقى من 24 ساعة كله راه تيبقى العمل التطوعي، واللي تيذوق هذا العمل التطوعي راه في الحقيقة راه ما تيشعر لا بتعب لا حتى بشي حاجة، قلة النعاسية تتبقى تتخمم كيف ندير هذه وكيفاش ندير الأخرى، ولكن راه كاين واحد أن روتور بحال اللي بغينا نقولوا بحال اللي قلت قبيلة ديال واحد إن ساتيسفاكسيون، واحد الشعور يعني بالراحة وبسعادة. بسعادة أنا مني تمشي مثلا لدار المسنين وتقبطني واحد المسنة وتبقى تدعي معايا، راه هذاك زعما هذاك راه هو. أولا مني تشوف وليد كان ما عنده حتى شي حد، ما معروفينش والدي إلى آخره، ويوصل واحد الوقت ويولي عنده مركز ديالو في المجتمع ويكون راسو إلى آخره، راه زعما هادو شي حوايج اللي ماشي ما يمكنهاش هي. أو غير هاد الشيء هذا تنديروا بعض الحويجات أخرين اللي هي ما دخلاش في إطار الجمعيات، هي مثلا حفر الآبار. حفر الآبار كان واحد السيد جا عندي قبل من الزلزال قبل من هاد الشيء هذا، قال لي راه واحد الدوار ما عندهمش الماء، وواحد الدوار حداهم تيعطيهم ساعة في الأسبوع. قلت له نحفروا لهم بير، حفرنا ذاك البير، وبعد نوبة تيقول لك ما خصكش تقول داك الشيء اللي تدير، ولكن ملي تتقولوا بعد نوبة تيدفع عاوتاني ناس اخرين باش الو. هذا البير هذا منين حفرته الله يتقبل حطيته في الفيسبوك، ولاو اصدقاء ديالي والعائله تيقول لك حتى حنا بغينا. حاليا وصلنا 25 بير في ضواوير اللي لاحقين، كل مره واحد من الاصدقاء واحد من العائله تيقول لك انا بغيت نحفر بير ولا بغيت نساهم في بير الى اخره. هذه ما دخلاش في اطار ديال شي جمعيه، هذه غير اتيتر بيرسونيل مع الناس اللي تيتطوعوا معنا وتنديروا هذه العمليه هذه. بار كونت داك الشيء ديال السند غادي نحفروا واحد العدد ديال الابار اللي ما قلتش، غادي نصلحوا واحد العدد ديال المدارس، واحد العدد المدارس اللي طاحت غادي نعاودوا البناء ديالها الى اخره. الطموح اللي عندي هو الاستمراريه ديال هاد الجمعيات، وباش تكون الاستمراريه ديال هاد الجمعيات خاص الخلف. انا راه عندي 73 سنه، خاص الخلف، وخاص اكثر من الخلف خاص الموارد يكونوا قاره. انا تنحاول ما امكن انه في الجمعيات ديالنا يكون عندهم موارد ديالهم، لان المنح هذا العام كاين وعام اخر ما تكونش، ولكن هذاك الوليد ما يمكنلكش تقول له هذا العام نوكلك والعام الجاي راه ما عندي ما ندير لك. يعني ملي تنبدا واحد العمليه خصنا تكون الاستمراريه ديال هذا، هو الطموح ديالي ماشي اكثر من هذا، هو هذا الشيء اللي تنديروه مع الاخوان كاملين يكون مستمر. حنا ما كرهناش ما يكونوش عندنا الايتام، ما كرهناش ما يكونوش عندنا اشخاص في وضعيه اعاقه، ما كرهناش يكون ما عندناش محتاجين، ولكن راه في امريكا وفي فرنسا وفي العالم كله كاين فئات اللي هي لاحقه على المساعده. الرعي الوطني واحد واب و تيشرفوني اب و كل شيء فيه كل شيء على ما يرام. واحد لا ما كتكلش دابا تكلس تمشى الحمد لله ولا تشغل الوالد كانت كدير لي كوش دابا تمشي للطواليت توضا الحمد لله يا رب هذا فضل الله فضل الله فضلكم الحمد لله احنا تنسخروا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد،
ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.